واک انت لکه د جامادو چیبونه دولت دوګر خرګ د مې ایرش مکری ضرور پر به ماکر به مدنیو کر یعنی د مې ایرش کری نه ایرشی عسکری کر ہے زی عسکری کر یعنی ته کذره د تبفت ليو د بچو کذره جنرال سره د چذب عفरीन د مد شد نوفشاه دنده دبه تم ایرشی سویلو که تم له مولد سویلو خستم له بینو سویلو خسب له بینو سویلو تالونک هم د ور د د هندر شاه بادو ام کرنه حساب یانه د سو طبعا د سو دستي ترکه یانه اولا موجود د دې درمن 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 زورو او جنا قچ کو درمل سرماقدر کن وخت یروس سرماقدر کن نون سرماقدر کن موضوع قید عالم غید بیند عالم غید د بین هر سالنجک موضوع ته په د ملیونو بسیم ملیونو غرمه جمع ده خوځه چې په میکتی مهنم غید ورډمانه مثلا یک کوردی ته دره وک رژیمه مسوره یعنی سټرې موضوع ته به ملیون او د خوځې درمن درمن حبه حبه چکه چوک حبه یعنی که چکه زور کوو ته یکه ځونه نه ځون حبو د سدلې نخوش کې مل مستشفى نخوش د به طبق المحوري جه د خوځن نكون نیلن دربسی حلبه یونی مابنې ما حلبه وسې 4 کیلومتر 5 کیلومتر نیونی نیلې دربسی حلبه بیونی د اموګ جلا عفرنی امل فر برخو بدن چب شاف د چبروده به امه تم برخو بدن نه ورو حطوك النقطة خويا ذماد هاي عامل ليفر بارخو بدن، وتشم ذكي حيصوري، وتشم تهديدك، وتشتا رورو ذكي صار ما عمل ليفر ثم وتم بارخو بدن. منطقة الشهباء هون هي الشمالي حلب منطقة شاسعة واسعة يعني فيها أهلنا بنعفرين. وبما إنه إحنا يعني هالحرب صار لها سنين سبعة سنين عم نتفاجأ بأزمات شي نهار مزوط شي نهار طريق مقطوع. فأراضينا هنا محررة يعني ما فيها لا أي داعش ولا أي جيش حر ولا أي تركي والموجود هون كله سوري يعني سوريين إذا نحن من عفرين وإذا أحنا هالمناطق الشهباء ودولتنا السورية موجودة هون بس إيشو سبب هالتأزم هذا قطع الطرقات بالنسبة لهالمحروقات ما بنعرف إيشو السبب نناقش الدولة السورية يعني ايش هو الموضوع ليش يعني بالتحديد ان مناطق الشباب ما يدخل فيها مازوت او تأخر بالزراعة او تأخر بالفلاحة تقطع الطريق في عنا مرضى في عنا جرحى في عنا اسباب صحية في عنا الف مشكلة ليش احنا طريقنا ما ينفتح يعني طريقنا ايش حلب وايش منطقة محررة الروسي موجود عنا الجيش السوري موجود ليش الطريق عم ينقطع وايش السبب بدنا نعرف ليش احنا باراضي سورية ما احنا باراضي عدو إذا بأراضي عدو بنعرف حالنا بأراضي عدو بس إحنا بأراضينا بأراضي سورية ونحن هون يعني شعب سوري حصار من طرف النظام مبارحة مازوت أنا عندي لازمني مازوت ما في محاصرين إيه نحن مو شعب سوري يعني نحن وين بدنا نروح هذا وطننا هاي أرضنا نحن حررناها بكفوف إيدينا والله نحن ب... نحن طردنا داعش وهلا مازوت ما, ما في يعني غاز ما في شغلات حصار بياخذوا مبالغ باهظة إذا بدهم يدخلوا لك علينا يعني هذا هذا مو شغل ليش نحن نحن مسورين والله ما يعني نحن نحن طردنا داعش